بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا حول الغيب وعلم الغيب الحديث الاول من هذا الباب الذي هو باب نادر فيه ذكر الغيب من كتاب الكافي الشريف سال ابا الحسن عليه السلام رجل من اهل فارس فقال له اتعلمون الغيب فقال قال ابو جعفر عليه السلام يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم وقال سر الله عز وجل اسره الى جبرائيل عليه السلام واسره جبرائيل الى محمد صلى الله عليه واله واسره محمد الى من شاء كما ذكرنا في الحلقه الماضيه ان كل شيء هو لله سبحانه وتعالى. الأمر كله لله. وأي مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، هذا المخلوق كل ما له إنما هو بفضل من الله سبحانه وتعالى عليه. ومن ذلك العلم. فالعلم كله لله وعلم الله سبحانه وتعالى لا حد له لان علمه من صفات ذاته وصفات ذاته هي عينه فعلمه وقدرته وحياته هي عين ذاته والله سبحانه وتعالى بالنسبه له لا يوجد شيء باسم غيب لان الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وانما هو غيب بالنسبه لنا كما ذكرنا فان حواس الانسان تدرك وعن طريقها الانسان يعلم وكذلك عقل الانسان يدرك بعض الامور النظريه وعن طريقه الانسان يعلم لكن مدى الحواس ومدى العقل محدود. نحن نرى المقدار الذي يصل بصرنا إليه. وإذا هناك آلة وسيلة كالناظور مثلا والتلسكوب والميكروسكوب، مدى رؤيتنا تتوسع قليلا. لكن أشياء ليست هي في مدى رؤيتنا لا نراها. فلا نعلم بها علما عن طريق الرؤيه، وكذلك المسموعات، وهكذا ما يرتبط بسائر الحواس، او بما يرتبط بالمدركات العقليه. فلذلك ما يغيب عن حواسنا، وما يغيب عن ادراك عقلنا، لا نعلم به. نحتاج الى من يعلمنا به. يعني احنا أشياء لم نرها لكن نقرأها في الكتب، أشياء لم نسمعها لكن نقرأها في الكتب، مثلا الأحداث الماضية التي وقعت قبل آلاف السنين، هذه بالنسبة لنا غيب، ولكن نطلع عليها عبر بعض الوسائل، شخص يأتي من مكان نحن لم نكن في ذلك المكان، ذلك المكان بالنسبة لنا غيب، ذلك الشخص يأتي ويخبرنا عما حدث في ذلك المكان، يصير أحياناً واحد يجي من مكان وينقل لنا القضايا التي رآها أو سمعها، حواسنا كانت قاصرة عن الوصول إليها، لكن هذا الشخص أخبرنا بها لأنه كان قد حضرها. فإذا حواسنا محدودة فإدراكنا للمحسوسات أيضا محدود. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا شيء غائب عنه، يعني الله سبحانه وتعالى عالم بها وقد سجلها في اللوح المحفوظ او في لوح المحو والاثبات وما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين في سوره النمل في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول وهو بكل شيء عليم زي. اذا اتضح ذلك فناتي الى الانبياء والائمه هل الانبياء والائمه بذاتهم يعلمون الغيب الجواب كلا لانهم مخلوقون والمخلوق بذاته لا شيء له، وإنما كل شيء له انما هو بفضل من الله سبحانه وتعالى، وكذلك العلم، نحن بذاتنا لا نعلم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا وسائل لنتعلم. وجعل لكم السمع والابصار والافئده فنحن بمقدار سعينا بمقدار دراستنا بمقدار مطالعتنا نعلم ونزداد علما قليلا الله سبحانه وتعالى له طريق اخر بالنسبه الى انبيائه عليهم الصلاه والسلام والاوصياء وذلك الطريق هو الوحي بشكل مباشر او بشكل غير مباشر تاره الله سبحانه وتعالى يخلق الصوت فالنبي يستمع الى ذلك الصوت كما حدث مع نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام وكلم الله موسى تكليما وتاره الله سبحانه وتعالى مباشره يوحي اليه وتاره الله سبحانه وتعالى يرسل رسولا وهو جبريل عليه السلام فيوحي باذنه ما يشاء يعني مجرد واسطه كساعي بريد فعلم الانبياء والاوصياء انما هو بتعليم الله سبحانه وتعالى اياهم مباشره أو بطريق غير مباشر، يعني الله سبحانه وتعالى يوحي إلى النبي، والنبي يخبر الوصي. الآن نحن ألا نعلم ببعض المغيبات؟ نعم نحن نعلم ببعض المغيبات، ولكن عن طريق إخبار الله سبحانه وتعالى رسوله، والرسول أوصل إلينا وبلغ إلينا القرآن الكريم. قصة يوسف من انباء الغيب لاننا لم نكن نحضر هذه القصه ولا ان هذه القصه دونت في كتب التاريخ المعاصره فصارت بالنسبه الينا غيب الله سبحانه وتعالى هذا الشيء الذي غبنا عنه وغاب عنه رسوله صلى الله عليه واله اوحاه الى محمد صلى الله عليه واله ورسول الله بلغنا القران تلا علينا القران فنحن علمنا بقصه يوسف وهي من الغيب فلا مانع بان يخبر الله سبحانه وتعالى رسوله بما كان وما يكون وما هو كائن ان يخبره بكل شيء يقع في هذا الكون الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك وهذا ليس علما بالذات من رسول الله بالغيب، كلا، وانما بتعليم من الله سبحانه وتعالى. زين. إذا الله سبحانه وتعالى شاء أن يعلم رسوله والأنبياء والأوصياء تتحقق إرادته. وإذا شاء أن لا يخبرهم بشيء، أيضا تتحقق إرادته. ولذا في هذا الحديث سأل أبا الحسن يعني الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام رجل من أهل فارس فقال له: أتعلمون الغيب؟ يعني أنتم الأئمة تعلمون الغيب؟ فقال قال أبو جعفر يعني الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: يبسط لنا العلم فنعلم يعني الله سبحانه وتعالى يبسط العلم لا يقبضه يخبرنا بذلك العلم، اما عن طريق الرسول صلى الله عليه واله اما عن طريق تحديث الملك، واما عن طريق الالهام، لان الله هو القابض الباسط سواء في الرزق او في اعطاء العلم ومنعه، مثلا الله سبحانه وتعالى في في سوره البقره يقول: والله يقبض ويبسط هذا بالنسبه للرزق. بالنسبة للعلم، الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أيضا يقول: وزاده بسطة في العلم والجسم. يعني بسط له العلم. يقول الإمام الباقر: يبسط لنا العلم فنعلم، ويقبض عنا فلا نعلم. يعني الله سبحانه وتعالى اختص لنفسه بعض العلوم. لأن علم الله لا نهاية له، وعلم الناس لها نهاية، ويقبض عنا فلا نعلم. الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن لا يوحي إلى أوليائه بعض العلوم يتمكن من ذلك، وهذا هو القبض في العلم. ثم الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أو الإمام الكاظم ظاهر الظاهر ان الامام الكاظم هو المراد يقول لهذا الرجل الفارسي يقول سر الله عز وجل اسره الى جبرائيل واسره جبرائيل الى محمد صلى الله عليه واله واسره محمد الى من شاء الله الله سبحانه وتعالى هناك علوم اوحاها لرسوله لكي يبلغها ولكن اوحاه ايضا علوما لنفسه هو مو مامور بتبليغها اوحاها لنفسه فالرسول صلى الله عليه واله احتفظها لنفسه وذكرها لمن شاء بامر الله سبحانه وتعالى يعني ذكرها للأئمة وقال سر الله عز وجل هذا السر الذي يجب أن لا يطلع عليه أحد أسره إلى جبرائيل لأن جبرائيل اتخذه الله سبحانه وتعالى واسطة ملك عظيم وهو أمين سر الله مطاع ثم أمين سر الله عز وجل أسره إلى جبرائيل وأسره جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله وأسره محمد إلى من شاء هنا الإمام الكاظم لا يقول أسره محمد إلى علي عليه الصلاة والسلام ومنه إلى سائر الأئمة لعله لجهة من الجهات ما أراد أن يذكر التفصيل وإنما ذكرت الاجمال، فاذا الائمه مقدار علمهم يرتبط بمقدار ما اراد الله سبحانه وتعالى تعليمهم. ما اراد الله تعليمهم يعلمونه. وما اختص الله به لنفسه من العلوم لا يعلمون لانهم بشر وامرهم بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا أنت تقول أن رسول الله محمد وأن الأئمة يعلمون ما كان ما يكون ما هو كائن لأن الله أخبرهم لا مانع من ذلك ويدل عليه القرآن كما يأتي في الحديث القادم أيضا الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب استدلال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام بآيات من القرآن الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب حول علم الغيب عن سدير الصيرفي أو سدير الصيرفي قال: سمعت حمران ابن أعين يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض. سؤال حمران كان حول مقطع من هذه الآية التي ترتبط بالعلم، لكن لان الايه بالايتان فيها امور اخرى، الامام الباقر اجابه عن سؤاله، واجابه عن امر اخر في هذه الايه، او هاتين الايتين: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سؤال حمران حول هذا المقطع من الايه وهو بكل شيء عليم هل غير الله بكل شيء عليم؟ هذا محط السؤال لكن الإمام عليه الصلاة والسلام يبتدئ ببيان نقطة مهمة وهي أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في الألوهية لا شريك له في الخالقية لا شريك له في العلم كما دلت عليه هاتين الايتين وجعلوا لله شركاء الجن هؤلاء الشركاء في الالوهيه هكذا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ايضا يزعمون ان هؤلاء شركاء في الالوهيه الله يردهم يقول سبحانه وتعالى عما يصفون الله منزه عن الشريك والله يتعالى عن ذلك ثم الله سبحانه وتعالى يقول انه ليس له شريك في الالوهيه ولا شريك له في الخالقيه لذا يقول بديع السماوات والارض هنا الامام الباقر يفسر معنى البديع البديع شنو هو معنى الخالق من غير مثال سابق احنا بنعبر عنه نقول ابداع مبدع وحتى كلمة البدعة أيضا من هذه المادة يعني شيء لم يكن نظير له إحنا تارة نرى شيئاً وعلى ضوء ذلك الشيء نقلد ونصنع شيئاً غالب اختراعات البشر هكذا ينظر إلى الفراشة مثلاً كيف تطير؟ كيف تتحرك؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ وعلى ضوء القوانين الفيزيائيه الموجوده في مثلا هذه الحشره وفي كيفيه طيرانها يخترع مثلا الهليكوبتر. يرى الطيور وينظر الى مثلا جناحها والى كيفيتها والى كيفيه مقاومتها لضغط الهواء وكيفيه فرارها من الجاذبيه وعلى ضوء ذلك يخترع الطائره. وهكذا كثير من الاختراعات البشريه. بالنسبه لله سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض، يعني لم يكن هناك خالق اخر خلق شيئا والله سبحانه وتعالى ياتي ويقلد ذلك الخالق، كلا. الله سبحانه وتعالى هو المتفرد في الخالقيه، لا شريك له في ذلك. بعد ذلك وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى علمه بكل شيء، سواء ذلك شيء موجود او لم يكن موجودا، لأن الله يعلم ما هو موجود، ما كان، ما يكون، ما هو كائن، ويعلم ما لم يكن أيضا. زين. قال أبو جعفر: إن الله عز وجل، الإمام يبدأ بتفسير البديع. وهذا يرتبط بعلمه. لأن الخلق بهذه الكيفية دليل على العلم إن الله عز وجل ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير مثال كان قبله مو أنه يقلد فتشي موجود ومثل يصنع لا من غير مثال كان قبله فابتدع السماوات والأراضين ولم يكن قبلهن سماوات ولا أراضون يعني هذه السماء وهذه ال... الكواكب وهذه النجوم وهذه المجرات الله سبحانه وتعالى خلقها، لم يكن هناك شيء الله اراد ان يقلده والعياذ بالله، كلا. اما تسمع لقوله وكان عرشه على الماء؟ يعني فقط كان ماء. عرش الله وسلطة الله سبحانه وتعالى كانت نافذة في الموجود الذي هو الماء، ولم يكن سماء ولا ارض، ثم بعد ذلك من هذا الماء خلق السماوات والأرضين من غير مثال سابق. فقال له حمران، لأن سؤال حمران كان حول آخر الآية اللي هو العلم. فالإمام بدأ بالكلام حمران إجي قطع كلام الإمام، تصور أن الإمام ديجي يفسر له كلمة البديع، مع أن هذا كان مقدمة لبيان علمه بكل الأشياء. وأن لا أحد يعلم بكل الأشياء وإنما كل واحد يعلم بشيء فإنما هو بتعليم من الله لذا حمران قطع الكلام ودخل في السؤال المباشر الذي أراد أن يسأله فقال له عم حمران أرأيت قوله جل ذكره عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا يقول أنا سؤال هنا وهو بكل شيء عليم يعني هل أحد غير الله هل احد غير الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء؟ لذا استدل بايه اخرى من سوره الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، الامام قال اقرا بقيه الايه لان بقيه الايه فيها جواب سؤالك، فقال ابو جعفر الا من ارتضى من رسول، عالم الغيب الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. لا احد غير الله سبحانه وتعالى بالذات يعلم الغيب. قُل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فقال أبو جعفر: إلا من ارتضى من رسول، وكان والله محمد ممن ارتضاه. هل الله ارتضى محمدا ام لا؟ صلى الله عليه واله، نعم هو افضل الانبياء. الله سبحانه وتعالى ارتضى محمدا صلى الله عليه واله لنبوته، لرسالته واصطفاه وفضله، فهو داخل في هذا الاستثناء. الله سبحانه وتعالى اظهر بعض غيبه لرسوله محمد صلى الله عليه واله. ثم الإمام يشرح ويفسر معنى عالم الغيب وأما قوله عالم الغيب فإن الله عز وجل عالم بما غاب عن خلقه مو أنه غاب عن الله سبحانه وتعالى كلا علم الله وقدرته محيطان بكل شيء ما شيء غائب عن الله نسبة الأشياء إلى الله نسبة واحدة هو الخالق هي المخلوق احنا بالنسبه إلنا اكو شيء قريب نراه شيء بعيد لا نراه شيء قريب صوت قريب نسمعه صوت بعيد لا نسمعه مطلب نظري سهل نعلم به مطلب نظري صعب لا نعلم به هذه بالنسبه إلنا اما بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى نسبه الاشياء اليه سواء ماكو شيء قريب بعيد ماكو شيء مثلا الله يسمعه وشي ما يسمعه شي يراه وشيء لا يراه كلا كل الأشياء أحاط علم الله وقدرته بها فإذا الإمام يقول عالم بما غاب عن خلقه زين من جملة الأشياء التقديرات الله يقدر شيئاً سواء اراد ان يمضي ذلك الشيء او ان لا يمضيه يعني يغير التقدير مثل عذاب قوم يونس الله قدره ثم غير ذلك التقدير بحكمته. الله سبحانه وتعالى حينما يقدر احد يعلم بذلك التقدير؟ كلا. لكن الله بحكمته يخبر بعض ملائكته بذلك الذي قدره يعني الله سبحانه وتعالى قدر موت زيد في هذه الساعه، في هذه الدقيقه، في هذه الثانيه، حينما قدر يخبر ملك ملك الموت بهذا التقدير ويأمره بتنفيذ ذلك، يعني ملك الموت حينما يأتي بقبض الارواح في اوقاتها هذه آجال محتومه، من الذي قدرها؟ الله سبحانه وتعالى، كيف ملك الموت اطلع عليها؟ لان الله اخبره بذلك وامره بها زين ملك الموت يعلم الغيب كلا كيف يعلم جميع الاجال بتعليم من الله سبحانه وتعالى فلذا الامام يقول ان الله عز وجل عالم بما غاب عن خلقه فيما يقدر من شيء ويقضيه في علمه قبل ان يخلقه يعني الله سبحانه وتعالى من الأزل يعلم بقضائه وقدره. وقبل أن يفضيه إلى ملائكته أو إلى الملائكة. يعني قبل أن يوصل هذا العلم إلى الملائكة، الله سبحانه وتعالى عالم به، والملائكة لا يعلمون. فذلك يا حمران علم موقوف عنده. يعني هذا العلم الذي لم يخبر الله سبحانه وتعالى به الملائكة. هذا علم خاص بالله كسائر العلوم الاخرى يعني الله قضى وقدر قبل ان يخبر ملائكته بذلك لا يعلمون. زين هل فيه البداء او ليس فيه البداء؟ يعني الله حينما يخبر ملائكته الملائكه يعلمون ان فيه البداء او ليس فيه البداء؟ لا يعلمون ذلك. هذا مرتبط بالله سبحانه وتعالى الى ان يخبرهم. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقدر موت زيد في يوم السبت الساعة كذا فيخبر ملك الموت بذلك، لكن الله يعلم بأنه سيغير هذا التقدير، لماذا؟ لأن هذا الرجل يتصدق، لأن هذا الرجل في تلك الفترة يصل رحمه، لأن هذا الرجل يدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فحينما الله سبحانه وتعالى يغير التقدير يخبر ملك الموت بتغيير التقدير لأن الله كما هو قادر على التقدير قادر على تغيير التقدير وكذلك في التشريع كما أن الله قادر على التشريع قادر على نسخ ذلك التشريع فذلك يا حمران عم علم موقوف عنده إليه في المشية يعني الله يمكنه أن يغير ذلك التقدير، ذلك القضاء والقدر ويمكن ان لا يغير، لان قدره الله لا تتحدد بالتقدير، يعني الله حينما يقدر، حينما يقضي، هل قدرته تتحدد لا يتمكن من تغييره؟ كلا، الله يتمكن من ذلك. فيقبضه اذا اراد، يعني لا يخبر ويبدو له فلا يمضيه. يعني الله يقدر ثم يغير ذلك التقدير بدون ان يخبر الملك. فاما العلم الذي يقدره الله عز وجل فيقضيه ويمضيه فهو العلم الذي انتهى الى رسول الله صلى الله عليه واله ثم الينا. يعني العلوم التي لا بداء فيها الله سبحانه وتعالى اخبر بها رسوله محمدا صلى الله عليه واله. والرسول اخبر عليا عليه السلام ومنه الى الائمه عليهم الصلاه والسلام. فاذا من هذا الحديث ماذا نستفيد؟ نستفيد أن كل العلم لله، كما أن كل شيء لله، والله بحكمته قد يشاء بإعطاء بعضًا من هذا العلم إلى عامة الناس، وبعضًا من هذا العلم إلى خاصة أوليائه الملائكة، الأنبياء، الأئمة. والله سبحانه وتعالى القضايا التي يقدرها قد لا يخبر بها الملك وقد يخبر، قد لا يخبر بها الانبياء وقد يخبر، والقضايا التي قضاها قضاء حتما، هذه اوحاها الى رسوله محمد صلى الله عليه واله في ليالي القدر، في ليالي الجمع، في اوقات اخرى، وانتهى. إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام عن طريق رسول الله فليس هو علم للغيب بالذات بالنسبة إلى الرسول والأئمة وإنما هو تعليم من الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين